اليوم قمنا بافتتاح الحديقة الأثرية التابعة لقصر الآغا بفرجيوة. هذا المعلم التاريخي والأثري المهم جدا، يعني قمنا اليوم بافتتاحه للجمهور، و سواء في ولاية ميلا أو خارج ولاية ميلا، وهذا نظرا لطلبات يعني المتكررة لإعادة فتحه، والذي كان مغلق يعني منذ سنة 2014. هذا المعلم أيضا بيئي، سيكون مرتعا وحقلا كبيرا لمختلف النشاطات التي وسيحتضن مختلف النشاطات لمختلف الفاعلين والجمعيات في على مستوى بلدية فرجيوة. هي تعتبر كمتنفس المواطن مليحة، إضافة جديدة للولاية تاعنا. اللي يجيو يكتشفوا قصر الاغا مام يشوفوا الحديقه، فيها حوايج بزاف، معالم اثريه، فيها ديستال، فيها كتابات تعود تميز الولايه تاعنا، الحضارات اللي فاتوا على الولايه تاعنا. على دونك عجبتني اضافه جديده، حاجه مليحه للولايه تاعنا، نعرفوا بتاريخ ولايه ميلا، الحضارات اللي جازوا عليها. الحديقه هذه تاع قصر الاغا يعني في يعني متنفس مليح، ما فيها اشجار، فيها يعني اماكن وين يريحوا الناس، اماكن باهيه. يعني حنا نتمنوا ان الناس هذو يحافظوا لنا على هذو الاشجار، الطبيعه يعني اللي يحب يجي مرحبا به في اي بلاصه يقدر يقعد، ويقدر مثلا نقولوا مثلا حتى يجيب معها العائله، يجيب معها اي حاجه مثلا ويجيبها يريح مع العائله تاعو.